هلا صباح الخير، كيف حالكم؟ انا اليوم بمدينه لندن، شوي تعبان لاني صحيت بدري كتير اليوم، بس بنفس الوقت متحمس كتير لاني رايح على مباراه كره قدم، رايح احضر مباراه كره قدم، وهاي المباراه للدوري الانجليزي الممتاز، وراح اخذكم معي، راح نركب التيوب مع بعض او المترو، وراح نتمشى وراح نوصل ان شاء الله على الاستاد ونشوف شو في بالاستاد وكيف كيف الاوضاع هناك. تمام، يلا. المباراة هاي بين فريق توتنهام وبرنتفورد. هلا انا ما بشجع فريق توتنهام، بس مش ضروري نحكي لحدا، يعني بحب الفريق ماشي الحال. انا بشجع فريق ليفربول، بس مدينة ليفربول بعيدة صراحة، فمش راح اقدر اروح، سون توتنهام اقرب، فراح اخذ القطار وراح اتشجع توتنهام. وعلى فكرة انا رايح لحالي على المباراة للأسف، بس عادي مش مشكلة، أصحابي اللي ساكنين بلندن هلأ مش بلندن، وقرايبي اللي ساكنين ببريطانيا ما بيحبوا كرة القدم كتير للأسف، حاولت أقنعهم بس ما بدهم، فشو بدنا نعمل. فأنا هيني ماشي على بالطريق لمحطة القطار او محطة الاندرغراوند او التوب المترو. تمام، الجو مش بطال، يعني شوي برد بس حلو، في شمس. هاي الباص الدبل دكر. هلا انا هحاول اروح بدري واشوف هيك الملعب الاستاد قبل بوقت، يمكن اللاعبين وهم بيحموا وبيجهزوا او بيتجهزوا للمباراة. وعلى فكرة على التذكرة أو التذكرة إحنا بالعامية الذال ممكن تصير الزاي، أوكي؟ فتذكرة ممكن نلفظها تذكرة كمان، هذه معلومة على جنب. فعلى فكرة على التذكرة أو تذكرة حاطين ممنوع حدا يشجع الخصم، او الفريق الثاني، فحاطين انه لازم تشجعوا هذا الفريق، تمام، وممنوع تشجعوا الخصم. فانا لازم اشجع توتنهام ولازم البس، يعني لو بلبس لون ثاني او لون الخصم، لون فريق الخصم، ممكن يقولوا لي ممنوع تدخل على الاستاد وممنوع تحضر المباراة. هاي معلومة جديدة لإلي. أنا فكرت إني لازم أخذ التيوب اللي هو تحت الأرض، بس طلع لا، إحنا يعني بقدر أخذ القطار اللي فوق الأرض، اللي هي overground. تمام، فهينا هنشوف هلا القطار بس يجي مع بعض ويلا. يعني وصلت على الاستاد، خليني اوريكم اياه. هلا لازم امشي للبوابه، زي ما انتم شايفين كثير 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 في ناس، ولسه انا يعني لسه المباراه بعد ساعه. نتعلم شوية مفردات مع بعض. عندنا هون المقاعد، صح؟ مقاعد من كراسي ممكن، بس بالأماكن زي هيك بالستاد بنقول مقاعد. طبعا عندنا شو هذا؟ ملعب، هذا الملعب، صح؟ وعندنا هذا المرمى، مرمى محل ما لازم اللعيبة أو اللاعبين يدخلوا جول، صح؟ نعرف. واللاعبين طبعا أو اللعيبة، وعندنا الجمهور اللي وكل الناس اللي عم تحضر المباراة. لو هاي اللعيبة شوفوا عم بيركضوا،
عم بيحموا حلو. لسه ما في كتير ناس على فكرة، لأنه أنا وصلت بدري زي ما قلت لكم، حابب هيك أشوف الأجواء، يعني أجواء التحضير قبل المباراة. فحلو الملعب، حلو كبير. هاي أول مباراة لإلي دوري الإنجليزي، أول مباراة أحضرها يعني بالإستاد، فشوف كيف هتكون مباراة. لسه بالشوط الأول والنتيجة 1-0 1-0 لا توتنهام. الشوط الأول قرب يخلص. هيك خلص الشوط الأول أو انتهى الشوط الأول. وبيحطوا شوية موسيقى، الناس بيروحوا ياكلوا شيء. تمام، فما في صوت للأسف. فأظن هون عم بقول جماهير، هاي جماهير برنتفورد، جماهير برنتفورد وفريق برنتفورد فاز على توتنهام 3-1. الفريق فاز على توتنهام 3-1. وهون عم بقول المباراة خلصت وتوتنهام خسر، بس التجربة كانت حلوة. أظن هيك عم بقول. إذا حدا بيعرف شو عم بقول اكتبوا بالتعليقات شو عم بقول. وبس عم بقول إذا عندكم اقتراحات للفيديو الجاي احكولي. وشو كمان شو عم بقول هون، وبشوفكم الفيديو الجاي. يس بشوفكم الفيديو الجاي.